بعد زلزال تركيا وسوريا، أعاصير مدمرة تجتاح دول جنوب القارة الأفريقية الآن وتقضي على كل شيء. يا ترى ماذا يحدث في ملاوي؟ ولماذا كل هذه الكوارث تحدث في وقت واحد؟ إعصار ملاوي تسبب في ارتفاع عدد القتلى ونزوح عشرات الآلاف في أسوأ أعاصير تجتاح البلاد منذ عقود، منذ بداية هذا العام، ولم تهدأ الأرض من اهتزازاتها وفيضاناتها وسيولها. أصابت السيول والزلازل والفيضانات هذه الأيام عدة دول آسيوية وأوروبية وعربية، حيث أحدثت دماراً هائلاً وأدت لسقوط مئات آلاف القتلى. خلف الإعصار فريد الذي ضرب دول جنوب القارة الأفريقية أكثر من 400 قتيل في ملاوي وموزمبيق ومدغشقر. يعتبر هذا الإعصار المداري الذي يعد الأطول أمداً على الإطلاق والأكثر تدميراً في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، فقد حمل معه أمطاراً غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات للتربة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من الشوارع. مئات القتلى في ملاوي، والبحث مستمر عن ناجين بعد مرور الإعصار فريدي. ارتفعت حصيلة الإعصار فريدي في ملاوي إلى 400 قتيل على الأقل، في حين تواصل عناصر الإنقاذ في البحث عن ناجين في جنوب البلاد. وقتلى في كل مكان. تشكل الإعصار قبالة شواطئ أستراليا مطلع فبراير، وهو يضرب منطقة المحيط الهندي منذ شهر، ولكنه عندما وصل ملاوي أصبحت قوته مدمرة للغاية. تم تصنيف هذا الإعصار بأنه الأطول في التاريخ بحسب خبراء الأرصاد الجوية. اجتاز الإعصار فريدي أكثر من 8000 كيلو مترا من شرق المحيط الهندي إلى غربه، وبلغ مرة أولى اليابسة في مدغشقر في فبراير قبل أن يضرب موزمبيق. وفي موزمبيق باتت بعض القرى في عزلة تامة منذ وصول الإعصار إلى اليابسة للمرة الثانية،